كل الناس عملوا طاسة الكبدة الاسكندراني، انا بقى هعمل لكم طاسة اللحمة الاسكندراني. قطعتوا الكبدة عصافيري وعملتوها طاسة كبدة؟ لا، انا هقطع اللحمة عصافيري وهعملها طاسة لحمة. بينا بقى نصبح على الشيف محمد ونشوف القطعية اللي احنا هناخدها للوصفة اللي هنعملها. صباح الخير. صباح الخير. ازيك يا شيف محمد، عامل ايه؟ استاذنك عايزة حتة لحمة طرية حلوة، انا هعملها عصافير. فعايزة حتة تكون ناعمة ودايبة، يعني تكون بالبلدي كده تتاكل معايا. تمام. اللي في بيت اللوز حاجة طرية جدا وطعمها عصافير. 100%. تمام. ما شاء الله، دي حتة اللحمة. دي بيت اللوز. ما شاء الله، ممكن ترفع لي شريحة منها اشوفها كده يا شيف؟ ما شاء الله، الانسجه اللي في النص دي بقى دي اللي بتبقى عامله فيها جيلاتينه بالبلدي زي ما بيقولوا. جيلاتينه وانسجه بتبقى جوسي مع السلطه. تمام تمام، تسلم ايدك. ربع الوحده كميه تكفي نص كيلو كده يا شيف. تسلم. هنقطعها بقى عصافير يا شيف. والشيف قطعها لنا التقطيعة الجميلة بتاعته عشان نعمل بيها أحلى طاسة لحمة اسكندراني، وهيحطها لنا في الطبق كمان عشان ناخدها وتبقى جاهزة للوصفة بتاعتنا. عشان الاكله تحتوى بقى هجيب كيس المكرونه الفيونكات الجميل ده عشان اعمله مع اللحمه العصافير. خلاص خدت اللحمه بتاعتي بقى وروحت على البيت، جميله جدا متقطعه مكعبات اهي زي ما انتم شايفين، او التقطيعه العصافيري زي ما الشيف بيقول عليها. تعالوا بينا نفتح اللحمه بتاعتنا بقى ونشوفها. انا عايزه اوريكم المكعبات عامله ازاي، والحتت الملبسه اللي فيها دي هتستوي بسرعه، مش هتستحمل على النار حاجه، يعني بسرعه بسرعه وهتستوي زي ما انتم شايفين بالجمال ده. انا فتحت النار وحطيت الطاسه وهحط فيها رشه خفيفه خالص من الزيت او حته زبده تبع ذوقنا وتبع تفضيلنا. اول ما سخنت نزلت فيها باللحمه من غير اي حاجه، وهبدا اديها تشويحه كده. انا عايزاها تستوي في البواخ او البخار بتاعها. اهم حاجه هنحطها على اللحمه رشه من الحبهان المطحون، ده بيدي للحمه ريحه وطعم جميل جدا جدا. دي التتبيلات البسيطه بتاعت امهاتنا بتاعت زمان. هحط عليها كمان رشه من الملح ورشه من الفلفل الاسود، وهديها تقليبه كده واسيبها في الميه بتاعتها. زي ما انتم شايفين هي عماله تطقطق في الميه بتاعتها الطبيعيه خالص، انا ما ضفتش اي سوائل، جميله جدا بالشكل الجميل اللي انتم شايفينه ده. بعد ما اطمنت ان هي نزلت شويه من الميه بتاعتها، هنزل عليها ببصلايه متخرطه خشن، بصلايه متوسطه، وهحط كمان طماطمايه وحته فلفلايه حراقه تبع الذوق طبعا. وهبدا ان انا اشوح اللحمه بتاعتي في البصل وفي الطماطم وفي الفلفل، حته الفلفلايه الخضراء اللي انا حطيتها. هو ده الخضار اللي هينزل لي الميه مع الميه الطبيعيه بتاعت اللحمه وهيسويها. هحط عليها كمان رشه خفيفه خالص من السكر تخلي بالبلدي كده ريق اللحمه مسكر. خلاص كده انا ضمنت ان كل الحاجات اتحطت، هغطيها واسيبها تستوي على نار هاديه شويه، وبعد كده افتح اعلي النار شويه علشان اخليها تطقطق كده في الزيوت الطبيعيه بتاعتها. ده كيس المكرونه بتاعنا اللي انا هعمله، مكرونه فيونكات جميله كده، الصلصه بتدخل ما بين الفيونكات وبتبقى جميله علشان الولاد ياكلوا صوابعهم وراها. هاخدها بقى اسلقها في شويه ميه بتغلي بملح، وتعالوا بينا ننقل الطاسه بتاعه اللحمه كده على جنب، وناخد الحله اللي هنعمل فيها الدمعه بتاعه المكرونه. هحط كده شويه من الزيت اول ما سخن، هنزل عليهم على طول بثلاث معالق كبار من الصلصه المركزه اللي بتبقى في البرطمان الجاهزه. انا عايزه الصلصه دي تتشوح، وهحط عليها كمان مكعب مرقه خضار علشان يعسل لي طعم المكرونه كده ويخليها جميله. حاجات بسرعه بسرعه هتخليني اخلص الاكل ويبقى طعمه جميل قوي. بعد ما الصلصه اتشوحت بالشكل الجميل اللي انتم شايفينه ده، هبدا ان انا شايفين الزيت فصل ازاي عن الصلصه. هحط شويه بقى عصير طماطم جميله كده، انا سلقه الطماطم ومقشراها وضربها في الكبه زي ما انتم شايفين، وحطيت عليها شويه ميه، وهحط رشه من الملح وهقلبها كده. لو تلاحظوا انا ما حطيتش فلفل اسود خالص، هوريكم هنحط الفلفل الاسود امتى. تعالوا ننقل اللحمه كده وناخد الصلصه على العين الكبيره ونهدي عليها النار. بس هجيب بقى الصوص بتاع الفلفل الحامي اللي انا عاملاه في البيت، عملته لكم في وصفه بقى، وهحطه كمان منه شويه على صلصه المكرونه علشان تبقى جميله ومشطشطه كده ومحبشه. تعالوا بينا ندي للحمه كده تشويحه جميله، ونظبط الملح بتاعها ونسيبها تكمل سواها. زي ما انتم شايفين انا دلوقتي سلقت المكرونه، سلقتها نص سلقه كده علشان تبقى ملدنه وطعمها جميل. ظبطت الملح بتاع اللحمه، وهغطي بقى كده على اللحمه برده
وتعالوا بينا ننقل برضو تاني صلصة المكرونة الناحية التانية علشان نحط فيها المكرونة اللي اتسلقت خلاص. احلى حاجة للمكرونة ان احنا ما نشطفهاش ابدا لما نسلقها، بتبقى جميلة قوي وبتحتفظ. يعني احنا بنجيب نوع مكرونة حلو فهو مش بيبقى فيه نشا. تعالوا بينا ناخدها بقى كده على طول وتبقى بتنقط من المية بتاعت السليق على الصلصة اللي احنا عاملينها. لو وصلتوا للجزء ده بقى من الفيديو ما تنسوش تقولوا لي انتوا بتتابعوني منين، وكمان بقى ادعموا الفيديو بتاعي باللايك والشير، وتابعوني على قناة الوصفة وقناتي والبيج والجروب والانستجرام والتيك توك باسم شيف ايناس عباس. هي نوسة النوسة الجمال ده زي ما انتوا شايفين الحاجات كلها كده، يعني زي ما تكون بتزغرت على النار بتنده للي جاي واللي رايح ان هو ياكل. المكرونة بقى لونها اكتر من رائع. تعالوا بقى على المكرونة نفسها نرش رشة من الفلفل الاسود، هيبقى طعمه جميل جدا وباين وواضح، انما لو حطيناه مع الصلصة مش هيبان خالص. نرش كده الفلفل الاسود على المكرونة، والفلفل كمان يكون كده مجروش خشن، يبقى طعمه جميل زي ما انتوا شايفين بالشكل الجميل ده. اللحمة بتاعتنا بقت جاهزة خلاص، ما كملتش يعني الأكلة كلها ربع ساعة وبقت جاهزة. اللي بقى مش بيحب طعم الكبدة، يعني في ناس ما بتحبش تاكل الكبدة نفسها، احنا كده حققنا المعادلة الصعبة ان احنا عملنا طاسة من اللحمة متقطعة عصافيري ومعمولة كده متشوحة في أقل من 15 دقيقة، الأكل بقى جاهز. المكرونة تحفة يا جماعة، الريحة مش ممكن، ريحة الصلصة نفسها مركزة جدا عشان حركة الصلصة بتاعت الطماطم المركزة اللي احنا شوحناها في الزيت أو في الزبدة. هنحط بقى كده مكعبات اللحمه العصافيري الجميله دي الاسكندراني حوالين المكرونه. يا سلام، ايه ده، ايه الجمال ده، يا نوسه النوسه مش ممكن يا جماعه. وعشان الاكله بقى تحلو عملت كده طبق سلطه بلدي خضراء جميله مقرمشه، فيها قرن فلفل حراق وفيها كمان عصره ليمونه وبصله مقرمشه، حاجه كده الطعم يعني فعلا يا وعدي. تعالوا بينا بقى، طبعا انتوا عارفين انا مش عايزه اكل ولا اي حاجه، ولا الاكله دي جميله وسريعه وانا راجعه تعبانه من المشوار اللي كنت فيه خالص، انا بس هاكل علشان اطمنكم ان الاكل جميل. ادي طبق السلطه البلدي بتاعنا، وادي المكرونه وحواليها بقى كده اللحمه العصافيري الجميله اللي احنا عملناها طاسه سريعه اسكندراني، وهاخد بقى كده من المكرونه الفيونكات وهدوق. يا سلام مش ممكن يا جماعه، الدمعه بتاعت المكرونه تحفه. وهاخد بقى كده من اللحمه كمان مع المكرونه، وتعالوا بينا نخلي البساط احمدي وهقلب بقى كل الحاجات على بعضها. هقلب المكرونه على السلطه على اللحمه، وهاخد بقى كده علشان اطمنكم ان الميكس كده مع بعض وهو معمول كده طعمه جميل قوي. وتعالوا بينا برده، انا بقى عايزه طبعا اطمنكم ان اللحمه دايبه دوبان، فانا هسيب بقى الطبق والشوكه والكلام دوت وهاخد حته لحمه في ايدي علشان اقطعها واوريكم قد ايه هي دايبه دوبان ومش مستحمله خالص ان انا يا دوبك بس كده افصصها بايدي. مش ممكن يا جماعه، القطعيه بتاعه بيت اللوح او قشره اللوحه حاجه كده تحفه، دايبه دوبان فعلا، وممكن ان هي تتعمل في 10 دقائق على النار وتبقى حلوه. هاخد حته تاني كده واقطعها، يا سلام دايبه دوبان بالف هنا وشفا، ويا رب دايما وصفاتنا تعجبكم وتنال رضاكم.